خليك معايا النهارده. معلش يا حبيبتي، عندي مشوار مهم. هتتأخر؟ حسب الظروف. مش عايزة حاجة؟ خلي بالك من نفسك. انت وحشتني قوي، اتاخرت عليا ليه؟ انا ما اتاخرتش، انا اول ما صحيت قلت لك ما اتاخرش عليا. مش هتاخر. انت مستنيه حد؟ بتاع الدليفري طالبه لك اكل جن. اكل؟ هايدي؟ هايدي ما تفهمنيش غلط. أول مرة أفهمك صح. قلت لك مش عايزة أسمع منك كلمة. ما أنت لازم تسمعيني. كداب من قبل ما تتكلم. الكلمة الوحيدة اللي عايزة أسمعها دلوقتي إنك تطلقت. طيب ممكن تهدي عشان نعرف نتكلم؟ مش ههدى ومش طايقة أسمع صوتك. طلقني. طالما مش مالي عينيك طلق. مين بس قال ان انت مش مالي عينيا؟ هايدي انا غلطت، انا اسف. لو انا كنت عملت اللي انت عملته ده كنت هتسامحني؟ يا هايدي في فرق بين الراجل والست. بس مفيش فرق في المشاعر. الجرح بيبقى واحد. انا خلاص مش عايزه اعيش معاك. طيب انا هسيبك تهدي. بس لازم تعرفي ان انا هفضل حاتم جوزك اللي بيحبك. جوزي؟ انت ما بقالكش قيمه غير لما انا اتجوزتك. ولا انت نسيت نفسك وصدقت انك بيه بجد؟ أنا اللي عملت منك راجل وقفتك على رجلك. طيب أنا مش هرد عليكي. مش هرد عليكي عشان عارف إن أنتِ متوترة. ممكن تهدي علشان نعرف. مش قاعدة، اطلع بره، مش عايز أشوفك هنا تاني. اهدي يا هايدي. اطلع بره. يلا بره.